نشكر المدير العام لشركة أتيام موبيليس رغم صغر السن تاعو هنا واش يبشر للخير أن الجزائر عندها شبان اللي قادرين يرفعوها للبعيد. إن شاء الله نتمنوا الخير للفريق هدايا، وإن شاء الله إن شاء الله الأنصار يكونوا فرحانين بالشهادة، باسكو لا جياسكا اليوم بور موا جي لا كونسيونس ترونكيل والحمد لله يا رب العالمين. ومع الوقت مع مرور الوقت يبان الراجل ويبان عديم الشخصية، وبارك الله فيكم.